السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو قصير كده عن ازاي ندخل على موقع الـ Institute for Safe Medication Practice وازاي نطلع منه الحتة بتاعت الـ High Alert Medication. احنا بندخل على صفحة نت عادية جدا وهنكتب في الجوجل I الاختصار بتاعها ISMP، او لو عايز تكتب الجملة على طول Institute for Safe Medication Practice، وده الموقع بتاعهم. عايزين نجيب High Alert Medication، ونخش على الـ Tools and Resources. طبعا نلاقي حاجات ظريفة جدا المحتاج يشتغل في الحكاية دي، خاصة بتوع الصيدلة، ده هيبقى موقع مفيد جدا بالنسبة لهم. نخش على الـ High Alert Medication هنا وننزل تحت، مش هنلاقي حاجة طبعا كتيرة يعني، لكن هننزل تحت هنلاقي حاطين الـ Full Assessment View and Print. نفتحها، دي الصورة اللي أنا حطيتها في الفيديو اللي فات، ودول الهاي اليرت ميديكيشن مهمين قوي اللي المفروض ان احنا نجتنبهم، زي الجنرال هاي اليرت ميديكيشن، النيوروماسكولار بلوكينج، انا ما قلتش نيوروماسكولار بلوكينج اللي هم الحاجات اللي بتشيل العضلات، كونسنتريتد الكترولايت انجكشن، مغنيسيوم سلفيت، مودريت سيديشن، انسولين، ليبيد بيست ميديكيشن اند كونفنشنال كاونتر بارتس، ميثوتريكسيت والكيموثيرابي برضه، انتي كوجولانت، نيورو اكزيال اوبيويد والاوبيويد نفسها. طبعا هم عاملينها بتفصيل، ويعني اللي عايز ياخد فكرة عنها يبقى كويس. ولو عايزين ندون هنتك بس هنا كده ونعمل داونلود في المكان اللي احنا عايزينه، Organization Review، Medication Review، وانزل حاجة بتاعتي مع الشغل بتاعي، وهو تغيير برضو عن الفيديوهات اللي احنا بنعملها.